اول حاجه بتبدا من 35 جنيه بلقم وجنيبه وفلارس. 35 جنيه حاجه تاني ب 43 جنيه بلقم وجنيبه وفلارس وحبوب طاقه وحبوب طاقه. حاجه ب 50 جنيه عليها نايجر وشوفان مضغوط وحبوب طاقه. اعلى حاجه اللي هي السوبر عامله 58 جنيه عليها نايجر وشوفان وحبوب طاقه وفواكه مجففه وكلها موجود فيها حبوب طاقه لكن شكلها اكتر شويه وشوفان وشوفان حب والنايجر والفواكه المجففه. تمام. بالنسبه للب اللب لب المستورد لبايه كبيره عامله 35 جنيه. تمام. بالنسبه للب البلدي فدي حاجه عامله 35 جنيه وحاجه تانية عامله 30 جنيه اللي فيها سن الترابه شويه. تمام. بس وعندنا بقى اللي هو الاكل الحمام 25 جنيه الدور العويكه. 25 جنيه الدور العويكه. احنا كده غطينا الاسعار كلها بقى. شكرا لمتابعينك وشكرا لقناه عشق الكوكتيل. حبيبي حبيبي ابو عمار. طيب احنا كده قلنا مكان ابو عمار فين. ده مسجد السيده عائشه ان شاء الله ودي البرجوله وهو موجود في المكان ده. عايزين بس نستاذنك رقمك يا ابو عمار. 012-92-66-774. شكرا جدا على المشاهده. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.